زرهن عليكم كل الأسواق في محافظة ظفار، يقول لكم بيلو تو يا الأسواق الميدان يا حميدة. عطيني سوق في ظفار اليوم بيجيب لك هذه الأسعار القوية من بيلو تو. شوف الأسعار الجديدة يا العوائل وإلك. صابون الملابس كالفام 3 كيلو ب795 بيسة، وإن بغيت 5 كيلو بريال و200، وال10 كيلو بريالين و100 بيسة فقط. مطهر أرضيات زي 3 لتر بعدة نكهات ب850 بيسة. وحريم إن بغيت المنعم الأقمشة بسمة بالريحة الحلوة 4 لتر بكم؟ بريال و50 بيسة فقط. 4 علب من نمبر 1 لغسل الأواني ب795 بيسة. وحبتين من معجون دابر ضد التسوس بعدة نكهات مع 2 فرشاتين مجانا، الاثنين بكم؟ ب895 بيسة. والحق في قسم الرحلات، الكراسي هذه اللي تحبوها، الكرسي بكم؟ فقط بريال ونص. كلينكس ماكسي رويال 250 متر، الكبيرة هذه بكم؟ ب650 بيسة. وان بغيت 4 علب تونة ميهر الأربعة بكم؟ بريال و150 بيسة. كرتون ما يبيلو 24 حبة، الكرتون بكم؟ ب450 بيسة. وخذ لك كرتون من بسكويت أسترو 14 حبة العلبة فيها، بكم العلبة؟ ب995 بيسة. وان بغيت تنقهر يجيك صداع من الأسعار، أقول لك زور قسم الباربيكيو، لأن الأسعار يا جماعة قهر، حاجة فخمة وأسعارها داون داون داون. وفتحوا لكم قسم جديد للخضار والفواكه يا جماعة بكل أنواعها، مجموعة كبيرة من البطانيات بألوان كثيرة، البطانية الواحدة بكم؟ ب950 بيسة. وإن دخلتوا في قسم الملابس الرجالية، تخيلوا القمصان هذا اللي بتشوفوه قدامكم، القميص الواحد ب950 بيسة. وفي قسم الملابس النسائية، كل التنورات هذه اللي قدامكم، التنورة ب700 بيسة.